هذا للمرة الأولى يتجمع فيها العديد من الفرق الكبيرة والعديد من الفرق أيضا العالمية. أيضا سوف نتحدث معنا فريد شوشان مساعد المدرب فريق الوداد. نرحب بك عبد السعودي الرياضية، نقول لك ألف مبروك، هي النخبة الثالثة، الجميع سعيد بها وهذه البطولة العالمية. مرحبا بكم، مرحبا باستوديو الرياضيين. يظل مباراة هامة، تعرف دورة كبيرة اسمها دورة أبها، فيها عدد فرق ممتازين كيما الفريق سانتوس كيما كذلك الهلال، معناها تنظيم جيد، واحنا في فترة إعدادية للموسم القادم إن شاء الله بعد بطولة الموسم الفارط. فريق الوداد حضر آخر استعداداته في أبها، وكانت مباراة اليوم حماسية نوعا ما، رغم أنها فريق ممتاز فريق سانتوس معناها غني عن التعريف، لكن اللاعبين نتاعنا اليوم قدموا مردود وقدموا الاختيارات التكتيكية خاصة اللي حضر فيها المدرب سانتوس. كابتن خلينا نتكلم، المدرب كان طويلة أوقات المباراة رغم سيطرة الوداد لكن كان متوتر. لا مش توتر هو، لكن في رأيي هو يحب يوصل للاعبين نتاعو الفلسفة نتاعو من ناحية التخطيط ومن ناحية الرسم التكتيكي. خذ فريق معناها مدرسة برازيلية، إلا يبحث عن اللمسة القصيرة، إلا يوجد تسديد من بعيد، ممكن هذا يحب يغرسوا في لاعبين اللي هما لاعبين شبان. تعرف الفريق معدل الأعمار نتاعو 24 سنة، في عدة تغييرات من الموسم الفارط، لكن يظل اللاعبين قاعدين يقوموا بالواجب وقاعدين يطبقوا في اختيارات المدرب. كابتن رغم الفوز بهدف لكن ضياع فرص يعني سهلة جدا أمام المرمى. طبيعي الآليات نتاع اللاعب تحب لها بعض الأوقات، تعرف أن اللاعبين كما قلت لك معناها الاختيارات نتاعهم كانت تجمع، ثم عدة لاعبين انتدبوا من فريق ثانية. اليوم ممكن مكان الإشكال نوعا ما أمام المرمى، إلا في الوقت باش يلقى إن شاء الله الفريق الإمكانيات نتاعو باش ينجم يسجل أكثر ما يمكن. الخاطر الأهم هو دورة أبها، دورة دولية كبيرة، لكن الأهم هو بطولة المغرب وكأس العرش. لكن كابتن خلينا نتكلم، في حال تحقيق البطولة الجميع سيكون متخوف جدا من نادي الوداد. طبيعي تهمنا البطولة، بطولة كبيرة، فرق كبيرة عندها صيت عالمي، سانتوس، الهلال السعودي، بولونيا كذلك، أفريكا سبور كذلك، الشباب، معناها الفرق هذايا نجم نقولوا فرق النخبة في العالم العربي ولا في البرازيل. ننتظروا احنا نلعبش ننافسوا على الدورة إن شاء الله، لكن اللاعبين نتاعنا الأهم هو من المنافسة على الدورة، لازم يطبقوا الرسوم التكتيكية لخاطر قربة نوعا ما البطولة المغربية، لازم نكونوا حاضرين 100%، مش نجموا نشرفوا إن شاء الله الفريق. كان الوداد بطل المغرب الموسم الماضي، أيضا الهلال السعودي نادي القرن الآسيوي سوف يكون موجود وسيقابل الوداد وهو بطل دوري زين. صحيح الزعيم يظل كان، أنا نعرف اللاعب ياسر القحطاني، نعرف ممكن مش مشارك، لكن فريق كبير الهلال وفريق عنده شعبية كبيرة، باش تكون منافسة كبيرة وباش نلعبوا على حظوظنا كاملة مع الاحترام الكبير الفريق الهلال السعودي. لعبت في احد الانديه السعوديه وهو القادسيه، خلينا نتكلم، تغيرت عليك الاجواء السعوديه؟ لا هي الاجواء السعوديه صراحه الاجواء ديما طيبه، الجماهير ديما تشجع في الفرق، ديما مهتمه بكره القدم وخاصه الرياضيه السعوديه ديما مهتمه، وهذا مهم لرفع من مستوى كره القدم، تلاقي الفرق العربيه من المغرب من السعوديه كذلك فرق مهمه كبولونيا وسانتوس. نتمنى لك التوفيق ويعطيك العافيه. شكرا لك، ان شاء الله لك موفق. اذا استاذ لاعب وسط نادي الوداد البيضاوي، نرحب فيك عبر السعوديه الرياضيه. تكافؤ فني واضح بين الفريقين، الوداد يعني بطل الدوري المغربي الموسم الفائت، في المقابل فريق سانتوس البرازيلي يعتبر هو الصف الثاني للفريق، هذا يعني يعطيكم شوي انكم انتم مميزين او يعطيكم انكم اقل من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اولا كفريق الوداد جينا لدوره ابها من اجل الاستعداد للبطوله الوطنيه وكاس وصبه الابطال الافريقيه. المهم هو ما تهمش النتيجه اكثر من يهم استعداد الفريق، احنا جينا بلاعبين شباب. فريق الوداد لاحظ تغيير فريق بالتركيبه البشريه ب 90%، هناك لاعبون جدد لاعبين شباب، جينا من اجل الاستعدادات، ودوره ابها دوره كبيره تضم اكبر الفرق الاوروبيه والاسيويه، احنا جينا من اجل الاستعداد للبطوله الوطنيه والبطوله الابطال الافريقي ان شاء الله. في لاحظنا في سيناريو المباراه ضياع فرص واضح وكبير جدا لفريق الوداد، وش الاسباب يعني؟ هل كان يعني ممكن خلل فني الى حد ما؟ هو مش خلل فني اكثر من ان احنا كفريق نبحث عن الانسجام اكثر، لان الانسجام في الاخير هو اللي يعطي الاهداف ويعطي الاستمرار للفريق. احنا نحاولوا في المقابلات المقبله ان شاء الله نحسنوا الاداء ديالنا ونتوجوا هجمات ديالنا باهداف ان شاء الله. البطوله هذه هل ستحفزكم وتجهزكم للمشاركه في بطولات افريقيه والدوري المغربي، خصوصا انها بها جوائز يعني الحارس والمدافع والمهاجم؟ صراحه هي ما تهمش جوائز اكثر ما يهم استعدادات ديال الفريق، هي مقابله ناخذوها بعين الاعتبار كمقابله قويه، كنتمرسوا مع فرق كبيره على الصعيد الدولي. الاهم وخلاصه القول هو اننا نخرجوا بواحد عمل اللي جينا من اجل مدينه ابها ان شاء الله. طيب هل لدى الوداد الكثير في المباراه هذه، خصوصا انكم ستقابلون فريق الهلال الذي يدربه اريك جيرس الذي سيدرب المنتخب المغربي؟ فريق الوداد فريق الهلال السعودي يعتبر من احسن الفرق الاسيويه،
وهذا معترف به. فريق الوداد كذلك عنده تاريخ عربي كبير. احنا نحاول ان شاء الله نقدموا واحد مقابله اللي يستمتع بها الجمهور السعودي. شكرا لك عبد الرحمن، نتمنى لك التوفيق في المباراه. شكرا شكرا لك.